بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية. درسنا اليوم أبنائي متعلق بمهارة التعبير الكتابي بعنوان تلخيص قصة، الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يستنتج مفهوم التلخيص موضحاً الغرض منه، يخطط لكتابة ملخص لقصة قصيرة تخطيطاً صحيحاً، يحدد الأحداث الرئيسة في القصة المراد تلخيصها بدقة. فإلى تحقيق أهداف التعلم. عزيزي الطالب، هل أنت ممن يحبون قراءة القصص؟ صديقنا حمد يحب قراءة القصص كثيراً. يقرأ كل أنواع القصص: الدينية، والتاريخية، والعلمية، وقصص المغامرات. لكن صديقنا حمد لديه مشكلة، وهي نسيان ما يقرأه. ينسى ما يقرأه بسرعة غريبة. فنصحه أبوه بضرورة تلخيص القصة التي يقرأها وفق قواعد التلخيص الصحيحة، حتى يستطيع مراجعتها كلما أراد ذلك. فهل يستطيع أحد منكم أبنائي أن يساعد صديقنا حمد في تلخيص قصة؟ هيا بنا نقدم له المساعدة. أعزائي الطلبة، ربما يسأل أحدكم: ما التلخيص يا أستاذ؟ وما المقصود به؟ وأنا أجيبكم. لاحظوا معي أبنائي، أمامكم نصان. النص الأول على اليسار مأخوذ من قصة الجزيرة المجهولة، النص الأصلي قبل التلخيص. النص الثاني سميناه النص بعد التلخيص. لاحظوا معي أبنائي، أي النصين أكثر اختصاراً؟ نعم، أحسنتم، إنه النص بعد التلخيص والموجود على اليمين. ولكن لماذا؟ لماذا هو أكثر اختصاراً؟ لأن عدد كلماته أقل بكثير من النص الأصلي كما ترون. وهذا أبنائي يقرب لنا مفهوم التلخيص. وافتحوا معي هذه الصفحة المبينة أمامكم في مصدر التعلم لنقرأ معا تعريف التلخيص بشكل دقيق. التلخيص مهارة لغوية تقوم على استخلاص الأفكار وإعادة صياغتها بإيجاز وبدقة مع المحافظة على المعنى الرئيس للنص. هكذا أبنائي تعريف التلخيص. وتعالوا بنا نقرأ هذه الإرشادات والموجودة في الصفحة 72 في مصدر التعلم. أهم قواعد التلخيص: أولاً، التعبير عن الفكرة بأقل عدد من الكلمات بما يحافظ على المعنى. ثانياً، عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بأحداث القصة الأصلية. ثالثاً، التسلسل في عرض الأحداث. رابعاً، التخلص من التفاصيل غير المفيدة. خامساً، أن تكون صياغة التلخيص بأسلوبك أنت، بأسلوبك الخاص، وليس بأسلوب الكاتب وتعبيراته. والمطلوب: اكتب ملخصاً لقصة قصيرة أعجبتك في فقرتين أو ثلاث، مستفيداً مما تعلمته في درس القراءة قصة الجزيرة المجهولة.
والآن أدعوكم إلى هذا النشاط الذي يساعدنا أكثر على فهم مهارة التلخيص من خلال ترتيب أفكار وأحداث قصة الجزيرة المجهولة والتي سبق لكم دراستها في درس القراءة في هذه الوحدة. هل تذكرون أحداث هذه القصة المثيرة والجميلة؟ ها هي الآن أمامكم، ولكنها مبعثرة وغير مرتبة، وعليكم أن تعيدوا ترتيبها. فهل أنتم مستعدون لذلك؟ إذن هيا بنا نقرأ أولاً ثم نرتب. نعم أحسنتم، أولاً وبعد ذلك. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. وصل خالد وعلي إلى شاطئ الجزيرة المجهولة. رائع، وبعد ذلك. نعم، وجد أن الجزيرة خالية من السكان. جمع علي أغصان الشجر وربطها ليصنع طوفاً. كان خالد يجمع فروع الشجر ويحرقها كل ليلة. وبعد ذلك اقتربت سفينة كبيرة من علي وساعدته وأنقذته. أخيراً طلب علي من ربان السفينة أن يرسل قارباً لزميله خالد. هكذا قمنا بترتيب أحداث قصة الجزيرة المجهولة من خلال أفكارها الرئيسة. وإلى نشاط آخر من الأنشطة التدريبية التي تساعدنا في التلخيص، وهو أن نكتب ونصوغ الأحداث التي في الصور بأسلوبنا وليس بأسلوب الكاتب. مثلاً، تحطمت السفينة وغرقت بسبب الأمواج العاتية. لما وصل خالد وعلي إلى الجزيرة، جلس خالد يبكي وهو منهار. أما علي فقد انطلق يستكشف الجزيرة من حوله. أيضاً، اختار خالد أن يشعل ناراً كل مساء لينبه السفن إلى مكانه، في حين قام علي بصناعة قارب بدائي من فروع الشجر له ولصديقه. أخيراً، خاطر علي وأبحر بمفرده وسط الصعاب، فرأته سفينة كبيرة فأنقذته، وهكذا. ونعود مجدداً لقراءة الإرشادات في مصدر التعلم والتي يجب علينا مراعاتها عند التلخيص، ثم نطبق عملياً بتلخيص نص من قصة الجزيرة المجهولة. فإذا كان المطلوب اكتب ملخصاً لقصة قصيرة مستفيداً مما تعلمته في درس القراءة قصة الجزيرة المجهولة، علينا ألا ننسى عند التلخيص التعبير عن الفكرة بأقل عدد من الكلمات بما يحافظ على المعنى، عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بأحداث القصة الأصلية، كذلك التسلسل في عرض الأحداث، والتخلص من التفاصيل غير المفيدة، كذلك أن تكون صياغة التلخيص بأسلوبنا نحن وليس بأسلوب الكاتب وتعبيراته. والآن أبنائي وبناتي إلى التلخيص بشكل عملي أكثر. هذا النص على اليسار هو النص الأصلي لقصة الجزيرة المجهولة قبل التلخيص. نريد أن نلخصه في عدد قليل من الكلمات مع المحافظة على المعنى الأصلي. أولاً، نقوم بالتركيز على الأحداث الرئيسة ونستغني عن التفاصيل والأحداث الثانوية وغير الضرورية. هكذا لاحظوا، نركز على الأحداث الرئيسة فقط.
ونترك التفاصيل غير الضرورية. ثم نبدأ في إعادة صياغة هذه التفاصيل بأسلوبنا نحن، بعيداً عن أسلوب الكاتب. فكما ترون اختصرناه من 130 كلمة إلى 51 كلمة فقط، مع المحافظة على المعنى الأصلي للقصة. ونتابع أعزائي الطلبة بقية تلخيص القصة في فقرة أخرى. هذا هو بقية نص القصة على اليسار، نريد أيضا أن نختصره ونلخصه في كلمات قليلة. علينا كما قلنا أن نبحث عن الأحداث الرئيسية في القصة، مثل الأحداث الرئيسية فقط، ونترك الأحداث الثانوية والتفاصيل الغير ضرورية. انظروا، وبعد ذلك نقوم بتلخيص هذا النص بصياغة جديدة، مثل بدأ علي يصنع طوف نجاة له ولزميله من أغصان الشجر، أما خالد فظل يحرق فروع الشجر ليلا منتظرا سفينة الإنقاذ، ولما انتهى علي من صنع الطوف واختبره فطفى، دعا خالدا للإبحار معه فخاف ورفض، وعندئذ انطلق علي بالطوف وظل يصارع الأمواج والأهوال عدة أيام، وأخيرا ظهرت سفينة كبيرة فأرسلت له البحارة فأنقذوه وهنؤوه على النجاة. هكذا أبنائي، النص على اليسار هو أصل القصة، النص الأصلي قبل التلخيص، والثاني على اليمين هو النص بعد التلخيص. تلاحظون أن عدد كلمات النص بعد التلخيص أقل بكثير من النص الأصلي. اختصرناه من 127 كلمة إلى 55 كلمة فقط. لاحظوا، حافظنا على المعنى الأصلي لنص القصة بعد التلخيص، حافظنا على الأحداث والأفكار الرئيسة، واستبعدنا كل الأحداث الثانوية والتفاصيل الغير ضروري، وبذلك اختصرنا النص الأصلي في أسطر قليلة وكلمات قليلة مع الحفاظ على المعنى الأصلي، وهذا هو التلخيص، تلخيص قصة. وفي الختام أعزائي الطلبة والطالبات، لا بد لنا من درس مستفاد من هذه القصة التي قرأناها. ترى ما هو هذا الدرس المستفاد من قصة الجزيرة المجهولة؟ نعم، أحسنتم، أسمع من يقول النجاة هبة من الله لا يستحقها إلا من يسعى إليها ويأخذ بأسبابها. نعم، الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله. أحسنتم وبارك الله فيكم. وكما تعودنا أبنائي وبناتي، في نهاية كل درس أن نذكر ما تعلمناه. تعلمنا في هذا الدرس مفهوم التلخيص والمقصود بتلخيص قصة. كذلك قمنا بالتخطيط لتلخيص قصة قصيرة بشكل عملي وصحيح. أخيرا قمنا بتحديد الأحداث الرئيسة للقصة المراد تلخيصها بشكل سليم. وإلى هنا أبنائي، نكون قد انتهينا من جزئنا الأول في هذا الدرس. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.